السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاوتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكون بخير عليكم. عندنا اليوم فيديو طريقة شرح إضافة محفظة على تطبيق أوميغا نتورك لكي تكونوا جاهزين ان شاء الله في المرحلة المقبلة للتوثيق. هناك يعني توثيق حادث، ولكن كاين ما كاين مازال ما وثقش الحساب تاعو. المهم قبل الفيديو نصلي على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اول شيء تفتح تطبيق يدك بهذه الواجهه، تاتي الى هنا تضغط هكذا على ثلاث شلطات في الاعلى، ثم تضغط على المحفظه لكي تضيف محفظه. عندما تضغط لهنايا بعد ذلك تضغط هنا، بعد ذلك تضغط هنا. أنا كما تشاهدوا يطلب مني كود، ولكن انتم لا، تأتيكم خانة فيها 12 كلمة، هذه الكلمات تنسخها وتضعها على ورقة أو على بلوك نوت، ثم تكمل تأكيد المحفظة، يعني تخرج الخانات، كل خانة تضع فيها الكلمة المناسبة. بعد ذلك تضغط أوكي، بعد ذلك يأتيك هذه تضع كود هكذا، نفتح الكود هكذا. كي تفتح تأتيك هذه الواجهة. عندما يبدأ توثيق الحساب يطلب منك العنوان المحفظة، تضغط هنا على تضغط هنا تنسخ العنوان، أو مثلا استلام، نضغط هنا إرسال استلام، يعني العنوان سمارت شين بي ام بي او اوميغا نفس الشيء، لان الان رانا على بي ام بي سمارت شين، هذا هو العنوان اللي يطلبوه منك. واذا رحت مثلا اوميغا تضغط هنا على اوميغا هكذا، تضغط مثلا استلام هنا نفس العنوان. هذا في حالة يعني بداية التوثيق. توثيق أين تجد يعني حالة التوثيق؟ نرجع للموقع التطبيق، تضغط هنا، راحوا إلى الملف الشخصي، يتفتح معنا، تأتي إلى هنا كما تشاهد لم يتم بعد، يأتي إلى هنا تضغط عليه للتحقق. يطلب منك يعني صورة الوجه، ويطلب منك أولا البلد، الاسم، البلد، الاي دي تاع البطاقة تاعك، كان جواز سفر أو بطاقة تعريف. وبعدها تضغط أوكي، تأتيك خانة يطلب منك يعني باش يطلب منك موعد، تحدد موعد لكي تأتيك نوتيفيكاسيون يعني إشعار، تضع مثلا تختار ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، يعني الموعد اللي تحدو نتايا، يعني من ساعة إلى 12 ساعة، ثم تضغط أوكي. بعد ذلك تفعل إشعارات لكي عندما يرسل لك تطبيق إشعار تستطيع التوثيق. ترسل لهم بطاقة التعريف الأمامية والخلفية وصورة الوجه. هذا كل ما في الأمر خاوتي. المهم كان هذا هو الشرح. كاين حاجات اخرى ثاني نظن اللي راهم مشاركين معايا في القناه اصدقاء، عمله كاندي بوكت هناك جديد سوف اشرح لكم يعني بسرعه. لو فتحنا التطبيق ياتينا بهذه الواجهه، مباشره تذهب الى المحفظه، لان هناك جديد او كان بعض الخلط للاصدقاء ما نفهموش علاش. المهم عندما تفتح المحفظة هنا تأتيك هذه الواجهة كما تشاهدوا. كان اللي قام بالتعدين مثلا يلقى عنده هنا 700 دولار أو 900 دولار أو 100 دولار. بعد هذا التحديث اللي تشاهدوا فيه تجدون الرقم يتغير. مثلا أنا كان عندي 750 دولار على ما أعتقد، والآن عندي 54 دولار. كاين اللي ما عرفش يقول لك بلي تطبيق هذا يعني دالوا العملة أو نقصوا فيها أو سرقوا العملة أو احتل عليه، لا، لأن سعر العملة
يعني سعر العملة هو 0.03 دولار. دوك نشرح لكم، يعني دوك ندخلوا الموقع التليجرام باش تفهموا مليح. كما تلاحظوا خاوتي هناك تساؤلات على قناة التليجرام، الكل متفاجئ، كان اللي عنده 700 دولار، كان عنده 1000 دولار، كان اللي عنده مثلا 100 دولار. ولكن بعد ذلك تجد كما تشاهدوا تجد العملة يعني السعر تاعها أصبح قليل. مثل أنا أيضا يعني مثال، كنت عندي 700 وحاجة تاع دولار، والآن عندي 50 دولار أو ما يقارب. كما تلاحظوا هنا الرد كان نحتاج إلى أن نفهم عندما تبيع الحلوى ستحصل على 0.02، يعني كي تبيعها القطعة الواحدة تساوي 0.02 دولار فقط، ولكن عندما تحتفظ وتنتظر حتى يتم إدراجها سترتفع بمقدار 0.3 دولار. يعني حتى ولو يعني قمتم ب تم القبول كي واي سي، ما تبيعش العملة تاعك، إذا بعت العملة تاعك راح تحصل على القطعة الواحدة 0.02 دولار. ولكن لما يتم إدراجه على منصات باي بيت وأوكي أكس وهناك منصات أخرى، سوف يكون السعر تاعها المدرج 0.3. يعني لما تدرج تكون 0.3، إذا حبيت تبيع ب 0.3 أو يكون السعر تاعها أكبر، وإذا انتظرت ممكن ينزل. يعني في الأول كي تباع العملة تباع 0.3 على المنصات، التداول تاعها أو البيع تاعها على المنصات، ولكن لما تستبدلها على تطبيق يعني الإنتاج تاعك ينتج عنه 0.02 دولار. لذلك نوصيكم خاوتي ما تبيعوش العملة تاعكم، ننتظر حتى يتم إدراجه على المنصات. اللي حاب يبيع يعني حاب يبيع 0.3 دولار، اللهم بارك، يحب ينتظر يرتفع السعر تاعها وممكن ينزل السعر تاعها، المهم انتم احرار. كندا والشرق خاوتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.